بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وانتهينا إلى معرفة تحديد الاستواء بأنه استواء يليق بالله سبحانه، ككل صفة من الصفات يوجد مثلها في البشر، فلا تأخذها في الله مثل وجودها في البشر، فللبشر وجود ولله وجود، وليس وجود البشر كوجود الله. ولله علم بالأشياء التي نباشرها، وللبشر علم ولكنه ليس كعلم الله، ولله فعل في الأشياء ولنا فعل ولكنه لا يناسب فعل الله. إذن فلا تأخذ الاستواء على المعنى الذي معناه استقر على مكان محيز حتى تخرج الله عن أن يكون متحيزا في مكان. ثم قال بعد ذلك: يدبر الأمر. وتدبير الأمر ترتيب وجوده ترتيبا يجعل كل شيء موضوعا في مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم، وله صفة إرادة، وله صفة قدرة. فصفة العلم هي التي تضع كل شيء في مكانها بحكمة، وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وصفة القدرة تبرز المراد لله. إذن فهناك علم، وهناك إرادة، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم. فما دام الله هو الذي يدبر الأمر، ده أمر منطقي. ليه؟ لأنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، واستوت الأمور له بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا بما يبرزه بكون في ميلاد كون. فما دام الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان الذي خلقت له السماوات والأرض، إذن فلا بد أن يدبر للإنسان أمور مادياته وأمور قيمه. أما أمور الماديات فقد بانت في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء وما في الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه في قوام حياته. فإذا كان الحق هو الذي خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان السيد، والإنسان السيد طرأ على هذه الأمور المادية، أفيعين لكم أموركم المادية بحكمة ثم يترك قيمكم لكم؟ القيم هي أسمى ما في الأمور من تكوين، وما دامت الماديات بأمور خلقها الله، أيترك لكم أنتم أن تجعلوا القيم؟ من باب أولى أن يخلق هو القيم. يبقى إذن ما تقولوش لماذا أرسل رسولا صفته كذا، لماذا أرسل رجلا، لماذا أرسل محمد، لأن دي من ضمن تدبير الإيه؟ من ضمن تدبير الأمر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فيدبر الأمر جاء علشان تنفي أكان للناس عجبا أن أوحي، وعلتها إيه؟ لأن الله هو الذي هو ربكم وهو الذي خلق، ولا يجادل أحدا في أن الله هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق الكون. علشان مين؟ لأجل الإنسان. فلأجل أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون خلق له القيم في افعل كذا ولا تفعل كذا، ثم ترك له أمورا لا يقول فيها افعلها أو لا تفعلها، فهي من جانب المباحات. وإذا ما استقرأت الأفعال أي الأحداث في الكون تجد الذي قال الله فيه افعل قليل، والذي قال الله فيه لا تفعل قليل، يبقى متروك المباحات أكثر من افعل
وأكثر من لا من لا تفعل. فإذا ما دام الله هو الذي صانع ذلك افعل ولا تفعل وترك الأمور المباحة فاترك لقيم الله. لماذا؟ فاترك القيم لله لماذا؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى الكون نظرة اعتبار وجدت أن الكون المادي المخلوق لله في غاية الدقة وفي غاية النظام. ما امتنعت الشمس أن تشرق على الناس، ما امتنعت الشمس أن تعطي ضوءها وحرارتها ونورها، ما امتنع القمر أن يعطي نوره، ما امتنعت السماء أن ترسل أمطارها مدرارا، ما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أي غرس تغرسه فتعطيه الغذاء. كل شيء داخل في نطاق القدرة في النواميس العليا محكم، ولذلك لا خلل فيه. فإذا نظرت إلى غير ذلك وجدتم الخلل يحدث. فالشيء الذي لا يدخل في قدرة الإنسان وإرادته على أتم ما يكون من النظام، وإنما فسد الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار. بقى إحنا اللي جايين بالعمل نفسد؟ قال لك لا، عمل واختيار على غير منهج الله. فلو أخذنا العمل واختيار البدائل على وفق منهج الله لاستقامت لنا القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكون العليا. إذن فإن رأيتم فسادا فلوموا أنفسكم. ليه؟ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه على غاية ما يكون من الدقة. فإن أردتم أن يكون كل ذلك بالدقة فخذوا منهج الله في الأفعال ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله. ولذلك إذا رأيت عورة في الوجود، شيء متعب، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. أمة متخلفة، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. ليه؟ لأن الناس يفهمون أن عبادة الله هي أن تنقطع له في المسجد أو تصوم رمضان أو إنك أنت يجي موسم الزكاة تزكي أو يجي في موسم الحج تحج. لا، تقول له العبادة لله هي هذه، بس دي الرؤوس، دي اللي بتشحن العبد ليعمل. إذن فالصلاة إعلانات الولاء دائما 5 مرات في اليوم، الصيام كل سنة شهر، الزكاة من فائض مالك، الحج وترك المال والأولاد والأهل، كل ذلك فقط لإيه؟ شحن الطاقة. فإذا ما شحنت الطاقة فوجه الطاقة لعمل آخر، مش هي دي الأصل. ليه؟ أم قال لك لأنك لو نظرت حتى إلى العبادة اللي هي الصلاة مثلا، الصلاة تحتاج إلى قوة تقيمك وتقعدك وتجعلك تسجد، وفيها استبقاء لحياتك، يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ مما تزرع. طب تشوف تزرع ازاي؟ لها نظم، معرفة طبيعة الأرض، معرفة البذور، معرفة الأوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تعرف. مين يعرف الحاجات دي؟ أجهزة كتيرة أو عمالة ترتب لك في الإيه؟ طب أنا عايز أزرع عشان أطلع حاجة أكلها، تزرع، عايز محاريس تحرس، يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله، عايز مصانع. طب والمصانع؟ قال لك عايز ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركة ازاي والآلة تتعمل ازاي ولما تنفصل تتصلح ازاي. الله، اذن فقيامك للصلاة محتاج الى كل هذه الاعمال. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياة يبقى واجب. الخواجه اللي عمال بيعمل لنا الالات وبيعمل لنا البتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان اقدر اصلي. كذلك ان اردت ان تستر عورتك للصلاه كيف تسترها؟ احنا قلنا انك بتروح انت لتاجر القماش وتجيب قماش. اياك ان تفهم ان المساله منتهيه عند تاجر القماش اللي ربنا سخره لك كده وجاب عنده خاطر يقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف ايه وبتاع. هو مسخر لك ساعه ما فكر كده، وبعدين تروح يقول له لا يا اخو اشوف القماش ده جاي منين، ده جاي من المنسك. تروح للمنسك تلاقي آلات وناس وعمالين ينسجوا، ولا مش من هنا يا اخوي، ده المنسك عايز ايه؟ مغزل.
الله. والمغزل برضه بضجته العلمية والإمكانيات الواسعة الضخمة برضه مش عايز دي، ده عايز محلق. والمحلق برضه بإمكانياته العلمية الضخمة دي عايز إيه؟ عايز غيط نزرعه أشياء عشان نعمل منها الغيط، عايز برضه إيه؟ آلات ومش عارف وعدد وإمكانياته مش عارف. الله جاي منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجي لك. يبقى إذا ما لا يتم الواجب إلا به، وهو أن تجلس أن تقف في الصلاة مستور العورة، كل ما يخدم ستر العورة يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ يبقى هو واجب. يبقى إذن العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى الهو ما هو أصلح. عندك بير يتشرب منه، قديما كانوا بيشربوا من الأبيار، يقول لك البير ده والله كده اوعى تروح تردمه، لأنك تبقى عمدت إلى الصالح للنفع فأفسدته. إن كنت تقدر تزود صلاحه دوده إزاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والشيء الجهر ردمه، اعمل له بناية كده علشان ما يجيش حاجة، أدي اسمه إيه؟ إصلاح. عايز ما يروحش الناس يتعبهم عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجرة بتاعته أو يملى القربة أو يملى، زده صلاحا بإيه؟ بإنك أنت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نازل كده وبعد ذلك المطر نازل على الجبل، ما يقعدش على الجبل إلا لما يبلى الحضيض، ما يطلعش للجبل اللي هو نازل من عليه إلا إذا ملأ مين؟ الحضيض. يملأ كده يملأ كده ويقعد إيه؟ إذن فالعالي لا يستفيد إلا بعد إيه؟ بعد الوطي ما يديله. يبقى العالي أعطى أولا والوطي أعطى إيه؟ شوف تبادل النفع، العالي أعطى إيه؟ والوطي الوطي أعطى، تبقى فيه تبادل إيه؟ تبادل النفع. تقول له فكر في دي في الظاهرة دي وقول كده، بدل ما كل واحد يروح يجيب مية لنفسه نعمل إيه؟ شيخ ما نبني سهريك عالي أعلى من أي حتة فيها عايزين فيها مية ونملاه مية. طب تملاه مية ازاي؟ تفكر تعمل آلة رفعة عشان ترفع المية، ولما تفكر تعمل تبقى ده إصلاح، زيادة الصالح صلاحا، وبعدين املاها مية، وبعدين حط عليها مواسير وودي المواسير البيوت. بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد بيعمل لهم ايه؟ يبقى ده زدت الصالحة ايه؟ صلاحا. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ بدل ما كل واحد كان يمشي زمان ويلاقي وساخة في الأرض يقعد ينقاها بإيده إيده. شوف بقى تبقى عملية ايه؟ يوم اكتشفوا المكنسة، بدل ما تقعد كده تعمل تقوم تعمل كده تروح المكنسة، وبعدين عملوا تطوروها. اذا ده انه من الايه؟ من زيادة الصالح ايه؟ صلاحا. يبقى اذا كل عمل في الوجود يؤدي الى بقاء الصالح على صلاحه او زيادته الى الاصلح يبقى عمل ايه؟ عبادة. ولذلك ولي الامر من المسلمين ان جه لبلد كده ولم يجد فيها واحد خياط يفرض ويلزم انك انت تتعلم خياطة، لان دي مسألة عايزينها ضرورة، عايزينها عشان عبادتنا. ما اللي نعمل لنا التوب اللي نستر بيه عورتنا؟ ما لقاش مخبز يفرض ان واحد يعمل مخبز، ما لقاش جزار يفرض ان جماعة يبقوا جزارين. يبقى هذه الاعمال فرضها فرض كفاية، ان قام بها البعض سقط عن الباقي، وان لم يقم بها البعض يبقى قسم الجميع. وما الذي يرفع المأسم؟ ولي الامر يقول لا البلد دي عايزه كم جزار وكم كذا وكم كذا وكم كذا وكم كذا. ولكن قبل ان يخطط البشر هذا التخطيط ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل علشان الامور تنصلح، افكر الناس قديما في انهم يعودوا البلد دي تعدادها 50,000، تعوز كم مخبز وتعوز كم حلاق وتعوز كم مكودي وتعوز كم بقال؟ ما حدش قاعد القعده دي ابدا ابدا، إنما الله وزعها بالخواطر في رؤوس الناس، وزعها بالخواطر في رؤوس الناس. بمعنى إن حتى لما يلاقي مثلا الخياطين كتروا عن البلد، يوم واحد يقول لك ويه؟ يقول لك ما تفتح لك دكان بقالة. لو أنت ناصح بقى وتقعد تتدبر في الأمور تجد إن البقالة هي اللي كانت ناقصة لهذه المجموعة والخياطة بقت زايدة، يقوم ربنا يجيب له خاطر يقول بلاش الصنعة دي يا أخي اللي مققت عينيا وأنا هقعد مش عارف إيه، ويروح لصنعة إيه؟ مين اللي عملها دي؟ أهدى من تدبير الأمر بالخواطر، يعني مش بأمر كده. ولذلك إذا جت بالأمر بتفسد، إنما تيجي بالخواطر الطبيعية كده اقعد كده
تعالى يوم سوق، شوفكم سوق بلدك ايه، واقعد على مدخل السوق كده وانت قاعد، تلتفت تلاقي الصبحيه واحد ماسك المواشي بتاعته بيسوق، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيز وده بطاطس وده بقوطه، كله نازل السوق، وفي ناس داخلين السوق بدون حاجه، يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه، تقوم لما تلاقيهم راجعين المساله تنعكس. الله، المساله تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده يعوز 20 جاموسه تنزل؟ ما حدش قالها، انما الله يلقي الخواطر في رؤوس خلق. واحد كده قال عنه يقول بتال انا ماني معزوه وتعبان، ما بيع العجله دي واتفك في تمنها في الوقت ده اهو. واحد تاني بيفكر يقول بدال الفلوس دي ما هي ايه، تعبان كده ما اشتري لي عجله هيتعمر البيت. الله، دي راح ودقيق. مين اللي عمل كده؟ يدبر الامر، يدب تدبير الامر بهذا. ولذلك تجرب بقى لما نصعب ولما نعمل مش عارف ايه ولما نعمل ايه، نقعد نفسد الايه، نفسد الدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها للمجرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه ايمانيه، تلتفت تلاقي واحد من الاعيان مثلا وعايش في بلد، وبعدين التفتنا فجاه يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد دي ويقعد في البلد الفلاني. انتوا فاهمين انها زي كده؟ ابدا. الميزان الاقتصادي الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هنا، وفي حته تانية محتاجه، يقول له روح بماليتك هناك. الله، شغلانه مدبره ولا حد يرتبها ولا حد عمل. يبقى ده جاي منين؟ من يدبر الامر. ما دام يدبر الامر خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يخلق واحد، يخلق واحد بيكتب باليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد تاني تلتفت تلاقي تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال، وتقعد بقى تضربه وتعمل مش لا يعرف يكتب لا بيدي ولا بيدي. طب سيبه يكتب بالشمال، تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين، وتقول ازاي ده بيكتب؟ ده تكوين، ما هيش اراده، ما هيش اراده انه يعمل مثلا، ده تكوين في الذهن. ان كان الجهاز النحيادي تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحيادي تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله، وقول سيبوه ياكل باليمينه ياكل مش عارف. ان كان في النص، الجهاز اللي بيعمل التوازن ده نجي في النص اهو في الابل في المخ من الابل انايا، يبقى يكتب بالاثنين، يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله، كان اضبط يعني يعمله بكلتا ايه، علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد هو يخلق ما يشاء، يخلق دي كده يخلق، مش ميكانيك، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد، كل خلق له ايه، ادي معنى يدبر الامر. فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه دخل ان اتبعتموه يجعل الامر منتظم فيما ليس لكم فيه دخل وفيما لكم فيه، ما دام على منهج مين. فما تقولوليش بعث راج بعث مش عارف ايه، هو ده من ضمن ايه، من ضمن تدبير الايه، من ضمن تدبير الامر. يدبر الامر، كلمه يدبر الامر معناها ايه؟ ما هو الامر بقى اذا؟ هو كل شيء ينشا، يبقى ده اسمه امر، يعني يدبر كل شيء. وش معنى عدل عن كلمه شيء الى امر؟ ام قال لك لان كل شيء لا يقدره الى الوجود الا بكون، كن اللي قال الامر بقى، انما امره اذا اراد ان يقول له ايه كن فيكون. يدبر الامر، ما دام يدبر الامر في السنن الماديه التي لا تتناولونها، فان اردتم ضبط الامور التي تتناولوها فاعملوا فيها ايه، خذوا منهج الله فافعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه تفعل ولا ما تفعلش. ليه؟ أم قال لك لأنك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية. يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء إيه؟ مختار. تكوينك أنت مقهور في حركة التنفس بتاعتك، ولا لك اختيار؟ أنت بتقعد كده مرة وتقعد يلا ما نتنفس، حصلتش ده عملية بتتعمل ايه؟ لا قليل، وتتعمل وانت نايم،
طب لو كان لك اختيار بقى وعايز يتنفس باختيار، طب كم من يعملها لك بقى وانت نايم؟ تقعد واحد عند مناخيرك بمنفاخ؟ اذا من رحمته انه جعلك ايه؟ مقهور في العملية دي. الله. طيب نبضات القلب برضو مقهور فيه، الحركة الدودية في الامعاء، الحركة مثلا بتاعة المعدة، العصارات اللي عمالة تهضم وتستقبل دي وانت لا تعرفه تكوينها ايه، انت ليك دخل فيها دي؟ مالكش دخل فيها، انت مقهور. لكن انت مختار في اشياء، تاكل دي، لا بلاش دي، كل دي، البس دي، روح النهاردة عاد مش عارف من عند البقال الفلاني، لا ما تجيش، انزل السوق هات سمك هات لحم هات، دي امور ايه؟ اختيارية. اذا فالمباحات في الوجود كثيرة ولا لا؟ ان كنت عايز تبحبح يعني تبقى حر، ما اكثر ما يدين الحرية في الحياة. انت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، امور محصورة، والباقي ساب لك ايه؟ ساب لك الحرية. اللي ساب لك فيه حريتك دي إن جاء البشر بها كل واحد على لون لا يفسد بها الكون، إنما اللي أرغمك عليها الخلل فيها يفسد الكون، فيبقى القهريات عشان إيه؟ علشان صلاح الكون. إيه الحاجات اللي ما تضرش في الكون؟ افعل دي ولا افعل دي، إن كلت سمك النهاردة ما يجراش حاجة، كلت لحمة، ما كلت جبنة، كلت ما يجراش أبدا أي حاجة، كلكم اختلفتم وأكلتم خلاف بعضكم. لكن في الأمور الأصيلة لو اختلفتم، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت إيه؟ السماوات والإيه؟ والأرض. إذن فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعل إيه؟ جعله مستقيم ولا لا؟ ده مستقيم استقامة، حتى جعلت الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلكه، يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وفي الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وده حلقي وده كلي وده جزئي، تمسك الساعة بقى الكافر. قال لك من دقة النظام والحركة، عملها من دقة ايه؟ النظام، ومن دقة الايه؟ الحركة. فإذا كنتم تريدون أن يستقيم لكم أمر مراداتكم البدلية فخذوا أمر الله هنا كما صنع الله أمره في ملكوته فاستقام إيه لكم، يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إيه دخل في الحكاية بتاع ما من شفيع جات هنا بعد تدبير الأمر؟ ما من شفيع، ما جاش سيرة لله. أم قال لك لا، لأن هؤلاء القوم اللي كانوا يقولوا أكان الناس عجبا أن أخر، هم الذين كانوا يقولون ويعبدون من دون الله ما لا ما إيه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول لهم إحنا هنمسك النص ده، أنتوا بتقولوا هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله، نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. قولكم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنت لا تحتاج إلى شفيع يشفع لك عند من يملك الأمر إلا إذا كنت عملت حاجة أو جريمة، يبقى أكن قولهم ده مصرين على إن منهم إيه؟ جرائم. مدام قالوا شفعاؤنا، يبقى مدام يقول ده شفيعي يبقى معناها إنه إيه؟ إنه حصل منه إيه؟ تقصير. كل الآية تقول هم بيعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب صحيح ما يضرهمش، طب ما يضرهمش يبقى صحيح، وما يضرهمش هو الصنم هيعمل ايه؟ ما يضرهمش. ام قال لك لا، ده ما لا يضرهم ان لم يعبدوه، وما لا ينفعهم ان عبدوه، يبقى الحكايه منفكه، مره نعبد ومره ايه ما نعبدش. طيب قال ايه هي الشفاعه دي؟ معنى كلمه شفاعه من الشفع، والشفع ضد الوتر، الوتر يعني الحاجه الايه الفز وتر، وما لا يقبل القسم على اثنين يبقى ايه؟ يبقى لا وتر، ما لا يقبل القسم على اثنين يبقى الوتر، ثلاثه خمسه سبعه تسعه وشيل امشي فيها كده طوال على الاول. يبقى الشفع بنعمل ايه؟ انت لك موقف من الله، الموقف من الله بتاعك ما انتش قادر عليه لانك مقصر، تقوم بدل ما تقابل ربنا فرد تجيب حد وياك يعمل ايه؟
يعمل شافع لك. يبقى الشافع معناها ايه؟ تعضيد الفرد بواحد ينتقل من كونه وترا الى كونه ايه؟ الى كونه ايه؟ شافع. ولذلك هناك يقول والشافع والايه؟ والوتر. كلام على الأمر. يقول لهم انتم بتقولوا شفعاؤنا عند الله، وهل يشفع عند الله كده الناس تيجي تشفع كده الخلق يشفع عند الله كده؟ ده لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا عنده، مش كده؟ ومشفوع له ومشفوع به، كم عنصر؟ شافع ومشفوع عنده، خلاص، ومشفوع له ومشفوع فيه. هتشفع له في ايه؟ انت قلت الواحد روح تشفع لي عند فلان، يبقى انت واللي هتروح بداله انت يبقى ايه؟ مشفوع له، والرئيس اللي انت هتروح له ايه؟ مشفوع عنده، وفي ايه؟ مشفوع فيه. يبقى ادي الكام عنصر؟ اما اللي بيستشفع المقصر، هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبقوا مقرين بان في ايه؟ في تقصير، وعند الله هذا المشفوع عنده. طيب المشفوع فيه ايه؟ تخفيف العذاب او انهاء الايه؟ العذاب. يبقى العناصر مستوفيه ولا لا؟ ام قال لك اما المشفوع فيه فامر مشترك، والمشفوع عنده امر مشترك، ولكن بقي الامر في الشافع وفي المشفوع له. ليس كل شيء يصلح أن يكون شافعا. إلا أنت بالله تجيب واحد من الطريق ده تقول اشفع لي عند المحافظ، ولا اشفع لي عند الوزير، ولا لإنسان تعلمه إيه؟ إيه رضا المحافظ عنه، أو إيه أو رضا الوزير عنه، له منزلة عنده مقرب وأسير ومش عارف إيه، أو التقريب دي كلون من الإذن في أن يكلمه في أمور الناس. يبقى إذن الشفاعة عند البشر لا يوجد شفيع كده يجي يشفع كده مطلقا. فقال ربنا لا، فقال في آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاص. وهنا ما من شفيع إلا بإذن الله. طب المأذون له في الشفاعة في أنه يكون شفيع، جت آية تانية إيه؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. يبقى عايزين إذن وإيه؟ ورضا الاثنين. طب والمشفوع عنده، المشفوع له بقى؟ قال لك مش كل واحد يشفع له كده، ده المشفوع ده له كم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى عندنا الشافع والإيه؟ والمشفوع له. المشفوع عنده الله، والمشفوع فيه الذنوب والأشياء دي معروفة كده. يبقى بقي الشافع نقول له لا بد أن يكون بإيه؟ بإذن، وبإذن ورضا. والمشفوع له لازم يكون إيه؟ مرضي عنه. طب يقول لك ما دام مرضي عنه يبقى عايز شفاعة ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقول الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة وله نقاط ضعف في حياته، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة. فإذا جاء في نقطة الضعف وأذنب ذنبا، النقط اللي هو مش ضعيف فيه يعمل فيها إيه؟ يزود فيه. علشان إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى صاحب السيئة ربنا قال له كتر من الحسنات علشان مين؟ السيئة. يبقى اللي عمل سيئة واختلس من الله حكما يقول هو انت هتنفد بها كده؟ لا، ده انا هخليك تطفح الدم في عمل الحسنات علشان ايه؟ اوعى تفتكر انك هتيجي كده من ورايا، ان الحسنات يذهبن الايه؟ فهب ان انسانا فيه نقطة ضعف واذنب ذنبا في شيء وعنده نقط ما هوش ضعيف فيه، تبقى الطاعة فيها ايه؟ سهل ميسرة. نقوم نقول له بقى ايه؟ انت ما دام الطاعه ميسره دي ربنا هيحبك لاجل هذه، وبعدين يرحمك فيما اذنبت من الذنوب، فيخلي الماذون له في الشفاعه يشفع عليك ويقول يا رب
ملاش دي مفوتها. الله، يبقى دي عملها ليه ربنا؟ عمل كده ليه؟ قال لك علشان صاحب السيئة لا يحرم العالم من حسناته التي يجيدها. صاحب السيئة ما يحرمش العالم من ايه؟ من حسناته التي يجيدها. خلاص. وصاحب السيئة ما تنظرش له وتحرم نفسك من حسناته لانه عمل سيئة، خد انت الايه. ولذلك تجد الحديث لما يجي يكلمه يقول لك ان رجل لقى كلب يلهث وعطشان فما لقاش اناء يملاها عشان يسقي الكلب، فخلع الخف بتاعه ونزل البير وملى الخف ميه وطلع لمين؟ للكلب. سأل الا بالله هنقول ده بينافق الكلب؟ طب عشان الكلب يعمل له ايه؟ اذا دي منتهى الايه؟ منتهى الرحمه بهذا الحيوان. كل في كل ذات كبد رطبه اجر، وشافه بيلهث وعطشان ولا فيش حاجه ابدا، مش عارف يطول من البير ولا يعمل اي حاجه، فعمل. ام قال لك غفر الله له؟ غفر الله له عشان سقى كلب؟ يقول لك اه، ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لماذون له بالشفاعه فيشفع له ويقول له كده؟ فاذا علمت ان الرسول قد يشفع لك، وان المؤمن قد يشفع لاخيه، وان الاب قد يشفع لابنه، قلت انت تحسن الى كل هؤلاء لعلك ان تحتاج منهم الى شفاعه. يبقى الكون كله ايه؟ واذا رايت انسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لان احسانه في دينه يمكن ايه؟ يجي ايه؟ ينفعك انت في ايه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سورة الفاتح، فاتحة الكتاب اللي بنقراها في كل صلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد، طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحكة في بعض بقى، اسمحكنا في بعض. إياك نعبد كلنا كده عشان يا رب إن قبلت حد تبقى تاخد الصفقة كلها. إياك نعبد إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب إن لما يكون لي خيار عيب في أي صفقة اشتريتها ما تبقاش تقول اللي أنت اشتريت منه ولقيت في الصفقة عيب، أنا أخد المش معيب وأسيب لك المعيب، الصفقة كلها إيه؟ واحدة. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعاملني، اذا كان فينا واحد كويس كده يبقى ايه؟ يبقى شلنا. اياك نعبد، يبقى ما دام الانسان مساله بشكل، ان شفت واحد شادي في العباده وكويس ما تقعدش تسخر منه، ما تقعدش تهزأ بيه، لانه ليه؟ موقفه وتوغله في العباده يمكن ايه؟ يبقى ينفعك. ساعه الرسول ما يجي يامرك بامر شاق ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجه، قلبك ما ياخدكش على الرسول، لان هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه اللي ما قدرتش ايه عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعه بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشافع ورضاه بالشفاعه. ايه مقام ما دام اذن يبقى راضي ولا لا؟ أم قال لك لا، يمكن يقول له انا اذنت لك بالشفاعه يظنها في خصوص جزئيات ويعممها هو، لا برضه كل واحد عايزين نرضى، انت عندك اذن بالشفاعه صحيح، انما ايه اللي انت هتشفع له لازم ايه نرضى انك انت تشفع له فيه، يبقى مع كل جزئيه حتى ما يديش المساله للرسول كده وبعد ذلك المشفوع له يبقى ارتضى. وارتضى ليه؟ لانه ناحيه ايه؟ ناحيه حسنات ايه اجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مرة سؤال أن سيدنا عمر رضي الله عنه رآه رائم في الرؤيا فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني رأيت غلاما يعبس بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفجعه في العصفور بتاعه، اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب لك بقى كل الاعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش الا حكايه العصفور واطلق العصفور. قال له يا اخي افهم، اما هذه فلغفر الخطايا
وأما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الآية عندنا كنا واحدة في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينما قال الحق سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي. فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتوركوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة، يقول لك يا أخوان الأساليب القرآنية أهو، إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة، إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخوي؟ قال لأنه بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. قال إيه الأول العدل والثاني الشفاعة، ودي تقبل ودي تؤخذ ومش عارف، إن هي اللي بليغة إن هي اللي كويسة، إن كانت الأولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. نقول له أنت البعيد غبي. ليه؟ لأنك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الأساليب لعلمت أن الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب النفس الأولى هي مين؟ الشافعة مش كده؟ وعن نفس المشفوع به. ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها من أي نفسين؟ يادي يبقى إذن ما دام فيه متقدم نفسين، نفس جازية اللي هي حت إيه تشفع، ونفس مجزي عنها اللي حنشفع إيه، أدي صدر الآية. ما دام جت اتنين، الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها، تنفع مين؟ النفس إيه ولا ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاثنين، متقدمين ايه الاثنين. يبقى الضمير يصح ان يرجع الى النفس الشافعة ويصح ان يرجع الى النفس الايه المشفوع لها. يبقى ان اذا صدر الآية محتمل لايه الاثنين. يبقى العجز جاي اثنين، واحد ان كان الضمير يعود الى الاولى، وواحد ان كان الضمير يعود الى الثانية. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده، الآية الأولى بتقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أولا قدم الشفاعة هنا وأخر مين؟ العدل. وفي الآية الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ودي تقبل ودي تنفع. إيه الحكاية دي؟ قال لك تعالى بقى، الإنسان إذا كان عليه شيء لإنسان ومش غادر يستبرئ ذمته منه، فجاب واحد له ايه، له دالة وله مكانة عند من عنده الحاجة، يبقى ده اللي هيروح يشفع لي، وانا ما انا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان، يبقى يقدم مين؟ الشفاعة. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قابل. يقول له طيب ما دام ما قبلت شفاعتي انا ادفع العدل المقابل، انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه قبل الشفاعة ولا بعد ما يقبلش شفاعتك؟ يبقى الترتيبه، يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعة، النفس الشافعة تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده، فإن لم تقبل يقول له طيب أنا أتحمل العدل المقابل علشان تنهي المسألة. طب علي، يبقى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اللي هي من بقى النفس الايه الشافعة. طب وفي النفس المشفوع لها، ما احنا بنقول نفس عن نفس، يبقى في ايه نفسين، نفس شافعة ونفس مشفوع
والضمير الذي بعدها إما أن يعود إلى الأول، فإن عاد إلى النفس الشافعة يبقى المنطق يقول إيه؟ لا يقبل منها شفاعة، خلاص. ولما ما يقبلش منها شفاعة وقال أنا هدفع اللي مطلوب منه، يقول ولا يؤخذ منها عدل، خلاص. طب وإن كان الضمير يعود على النفس المشفوع له، هو أنت تروح لواحد يشفع لك إلا إذا أنت قصرت ما عندكش مقابل أو عدل؟ لا يقبل منها عدل. ولما ما يقبلش منها عدل تقوم تجيب شفيع بقى وتقول له شوف لنا إيه، شوف لنا الحكاية دي. يبقى كل صد كل عجز آية منسجم مع عودة ضمير على واحدة منهم ولا لأ؟ يبقى إذا إن جبت دي غير دي تبقى ما ينفعش الأسلوب، يبقى لازم الأسلوب يبقى إيه؟ يبقى مختلف في العجز. ليه؟ لأنه في ظاهر الأمر عندك متفق في الصدر، نقول له لا دي نظرة غلط، لأن فيه نفسين اثنين متقدمين، نفس شافعة ونفس مشفوع لها، فالضمير إن عاد على النفس الشافعة يبقى لازم النص كده يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها إيه عدل. وإن كانت في الأصل النفس المشفوع لها يقول له لا يقبل منها إيه، وما قالش لا يؤخذ، قال ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها من شفاعة. من ذا الذي يدبر الأمر؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. اللي كل صفة الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. خلاص خدت فكرة عن ربك، خدت فكرة عن الله. ذلكم الله ربكم، كل الحاجات اللي قدامها هي دي إيه المواصفات اللي يجب أن تعرف أن تعرفها لمين؟ للرب. أنه خلق لك الكون ليستقبلك الكون، مش جابك وبعدين خلق لك، لا. واستقرت له الأمور استقرارا، وإيه فايدة استقرت له الأمور؟ أم قال لك لأن إحنا قلنا زمان أن الله طلب منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو، خلاص، وهو نفسه بيشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه لما يشهد أنه لا إله إلا هو يكون على ثقة تامة بأن أوامره في كونه لا إله غيره يردها، ما يمكنش، خلاص، لأنه ما فيش إلا إيه؟ ما فيش إلا هو. ذلكم أي الذي تقدم الذي خلق السماوات والأرض وإلى آخره واستوى مش على العرش ودبر الأمر وما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله إيه ربكم. مدام ده ربكم يبقى اعبدوه، المنطق كده، مدام ده ربكم يبقى إيه اعبدوه. ليه؟ أم قال لك لأنه مدام رب خلق من عدم وأمد من عدو وله كل صفات الكمال المطلق، هو الذي خلق الكون الذي استقبلنا، وأنه هو الذي يدبر لنا النواميس كلها ويعمل لنا العمليات دي كلها، يبقى يجب أننا نعمل إيه؟ نعبده. ولذلك لما جاء الحق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علشان تفهم يبقى علة الخلق ايه؟ العبادة. تقول له العلة دي تنبه شوية، ليست علة عائدة عليه، لان ربنا منزه عن الايه؟ عن العلل، اي العلل التي تعود عليه. ليه؟ لان ان عبدتوه مش هيزيد ملكه، ان ما عبدتوهش مش هينقص ملكه، خلاص. هو بملكه وصفات كماله عبدتم أم لم؟ يبقى العبادة مش علة عنده، ده العبادة علة لكم انتم، نفع لكم انتم. ليه؟ لأن العبادة حنتلقى الأوامر، ومدام حنتلقى الأوامر يبقى خرج كل خلقه عن أهوائهم، ومدام كل خلقه خرج عن أهوائهم هيبقى هوى الموجه واحد، ومدام هوى الموجه واحد لا تصطدم إرادة بإرادة، ومدام لا تصطدم إرادة بإرادة يبقى العالم متكامل ولا مش متكامل؟ وإن تصادمت إرادة بإرادة يبقى العالم متعالي، أنت عايز كذا وأنا عايز كذا،
الله، تبقى ما تنفعش. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ بتوحد أهواء الخلق إلى مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا يأنف إنسان منا أن يخضع له، إنما قد يخضع، قد يأنف الإنسان من أن يخضع لمساويه، إنما ما دام هو رب وأعلى. ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا إيه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم. يعني معناها إيه؟ ده رضا. لكن إن واحد تاني قطع صباعي بيخر دم، هو صحيح ما بيخرش دم، لا لا ما يهجنيش في حاجه، ما دام ربنا هو اللي ايه، هو لا، لان دي مش خضوع بشر لبشر، ولكنها خضوع مخلوق لخالق. والى لقاء اخر ان شاء الله.